نعم. شكون اللي كيقضي عليه رمضان؟ شكون؟ دوك اللي كيديروا النفحة. اه. هاو تشوف. كاع النار ويتعاير مع المرأة. ونقول؟ ما يخرج، ما يدير دويرة. والمرأة مسكينة واخا تدوز عام من حداها كيجبدها. شو المرأة كي كتفورنا عليا هاد الأيام تشوف. والمرأة مقابلة مسكينة تيسعة خاطرة متيسعة. دير لي في خاطرو. تما رمضان اللي جاي يدير لك بحالكم ما غيخرج هاد رمضان تتسطى. خرج سير على الجامع سير صلي تتا على العصر. هو مقابلة فين نخرج؟ نخرج نتقاتل. راه كاع اللي خارج فيها طريلن. وانت اللي كيتعاير مع العيالات صينتا. وكيفطر هو مع ديال الرباط. زربان. عايبو المؤذن ديال الرباط الله أكبر يقول له حطي ديك الجغمة. والمرا مسكينة تتا يود الآخر تنعد الشيطان هو مقابل هنا الآخر. هنا الآخر بو. بقاش من الرباط لي. شيخ الفلاس. هيا كاين واحد القضية. نعم. الفطور ديال المدينة ماشي بحال ديال العومية. اه بصح. المدينة مساكن واخا الخير موجود ما كياكلوش بزاف. ما ياكلوش بزاف. الحريرة ما عندهمش معاها كاع. شوية وصح. واحد الجبيبينية ديال الطوس. تهز 50 غرام. صافي. اه طلع العروبية عندنا وتشوف. الجبانية اللي كيشرب فيها. شحال كتهز؟ خاصة بي. مالا ديال الطوسو. ديالك. مصنوعة من التراب. كتهز 6 يترو. ما بين حمصو ما قارونياو لا هو كيدير العاشق لا والو عايد هو رجل دورات بحال هو يزف عليها تسمع داك الحمص طالع قرارته بحال جا راه السلطه ديال لوفيس واللي كيتقرع الحمص كيخرج من ودني كيتقرع الدبان كيموت ايه انا قول لي على الحباب حباب مدوزين السي التامر مي شو الحديد كي ولا الحديد ديال المربيين ايه 100 مليون اللي كيورك على الفران كيشعلوا الفيروجات اللور صحابات تاعي العرش وي مي صبايبات اللي محطوط على الامبرياج ب 3000 درهم حباب مدوزين وراك بحداه المرا ديالو تا هي وضعيفه ومنت الخير وباغا ليه السلامه شوف عزيز خويا ما تمشيش بزاف العجله من الشيطان ويستغفر الله عندك شو البوليسي شو الكروازمه ويلي مول البوش هو مقابله ما تخافيش كم سوق مزيان ايه طلع على وجه النحس شي حديد كيشريو شاري لك واحد المرويطه ب 300 الف فرنك الله الله روح صافي لا فرينا مان والو لا فرينا رجل لا كوسانات لا سويكلاس لا كلاكسون بروات بن حسين او شو مصيبة اللي بغي دي ماري ليا كاع الزنقة طفير كدوي غا 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 اش قرب البنون ديمارو واش كتعرف الحديد ديال الرعاوي الحديد ديال الرعاوي كيلقى البار بريز اللوراني عامر دفان علاش حيت كيدفعوا مع الدراري مساكن تيسخفوا وما كديماريش كيدفلوا عليه سخفتينا الله يلقيك هذا الحديد اللي كيجيب النعله وكيبيت عاد المدرسه باش يدفعوا به الدراري باش تعرفوا وجوه المحاكه انا الحديد اللي كيتدفع حديد هاد الشباب والله الا دوزوها وباش تعرفوا عفريت فلس اجمع العائله كامله وقال لهم غنزوركم سيدي حراجي هذيك الروح عندك فيها سبعه الناس عائله ديال اللي رزانس ها نسيبتو انا ركب القدام هي ناضت بعدها عرفني عرفني عرف يا ركبت حدا مرتو تزعم فيه وتزعم فيه الخطر يا لك التعزيزة عليك ورك عليها تا يغبر المسمع هاتم ما غتغبروا عاد بلاتي توحشات الروضة هذيك اه عاخر جم من المدينة قالت لي فين التراث قال لي انا ورك عليها عطاها لي في جهدة عمرك ما تشوف ديك الشاكمة ولا خارج منها زيت ودخان ويسانس موتور جديد ستاندار وضوب الواحد الكروسة الله الله طلع لي رموك
جاي من الليمون بغى يفراني يجي ورا الكابوسه ناقص من الدوبلاج كاع الفران ما كاينش والله بغى يكسيري ماشي يرون قدام الكابوسه بالزربه على حدا محمد عبقى يتسمت لديك الدربة رائع ومسيم تورجل القوة في الشجرة هو ودنه فرفرت طارت حدا شي داري سارحين حتى يلعبوا بها حليلي ودن شاد حديد ديال الرهوط الحديد الناس مدوزين الحباب سير